أعمل سائق قلاب يعني على طريق الغور الطفيلي، وإلي أكثر من 14-15 سنة على هذا الطريق. بنتمنى على مسؤوليننا وعلى خاصة على وزير الأشغال، هذه الطريق هي زي ما انتم شايفينها يعني إلها من المطرة اللي صارت طريق تضررت، الشارع راح عملونا زي تحويلة بسيطة، والتحويلة يعني ما بتأدي الغرض لأنه هذا شارع مخدوم عليه حركة سير ضخمة من العقبة من عمان، وخاصة القلابات الطفيلي يعني بنقول المادة رمل سويلح للطفيلي. فبنتمنى على المسؤولين يعني يأخذوا أسرع إجراء في هذا الطريق.